يا الله، بسم الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني في اليومين الماضيين جاءتني طلبات من كثير من الإخوة تطالبني أو تطلب مني أن أقوم بشرح سورة الطارق. ويعني صدقا أنا الحمد لله يعني مغتبط أن الطلبات لتفسير القرآن أو شرح القرآن يعني أصبحت أكثر من الطلبات على الرؤى، وهذا أمر صحي وجيد والحمد لله، لأنه إحنا أساسنا وأساس حياتنا هو القرآن الكريم. أي نعم نستأنس بالرؤى، ولكن القرآن الكريم في كل جواب، وفي جواب على كل تساؤل يسأل ويسأل الإنسان. وطالما أن هناك أناس تطالب بفهم سورة الطارق في هذا الوقت، فهذا يعني أن الوقت قد حان أن يظهر الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات ما يفيدنا في هذا الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم إن علينا بيانه. والبيان إخواني، بيان القرآن الكريم، إنما يأتي نتيجة السؤال. إذا أنت سألت الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرسل عليك الإجابة، يرسل لك الإجابة. أما إن أنت مررت عن آيات القرآن الكريم دون أن تتساءل ودون أن تتدبر، فمن أين تأتي الإجابات ومن أين يأتي التدبر؟ إنما يكون المعاني أو تكون المعاني من التدبر ومن السؤال. فالله سبحانه وتعالى يعدنا إنه إحنا في حالة تساءلنا وسألنا أن يجيبنا، وإذا سألنا نسأل الله عز وجل، فنحن نسأل الله أن يفتح علينا وأن يبين لنا معاني القرآن الكريم من قول الله سبحانه وتعالى: ثم إن علينا بيانه. نسأل عز وجل أن يفتح علينا وأن يجيبنا بما ينفعنا في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها، والتي نظن أنها آخر الزمان، والله أعلم، لا نجزم. إنما الإشارات التي تأتي في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تبين وتدل وترجح وتغلب أننا في آخر الزمن. فسنقرأ سورة الطارق من هذا الواقع، من تساؤلنا: ما علاقة سورة الطارق بآخر الزمان؟ هذا سيكون سؤالنا الذي نطرحه، ونرجو إجابة وبيان من الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال. ونبدأ إخواني، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ سبحانه وتعالى ويقسم ويقول: والسماء والطارق. وإحنا السماء إخواني تكلمنا في كلمة السماء في كثير من الدروس، ولكن نذكر أن الله سبحانه وتعالى يعني استخدم لفظ كلمة السماء في عدة معاني. هناك السماء التي هي الغلاف الجوي للأرض، نسميها سماء الأرض، التي في حيزها تقع الغيوم التي ينزل منها سبحانه وتعالى الماء. ونزلنا من السماء ماء مباركا. هذه السماء شو نسميها؟ سماء الأرض. وهناك سماء أخرى سميناها السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. هذه شو اسمها؟ السماء الدنيا. والسماء الدنيا إخواني
هي السماء التي تقع ضمن منظورنا العلمي، يعني أدواتنا العلمية تستطيع أن تصل إلى أقطار السماء الدنيا ولكن لا تستطيع أن تتعداها، لأن فوق السماء الدنيا هناك السماوات السبع العلى، هذه فيها أوامر وقضينا في كل سماء أمرها، أدواتنا العلمية لا تستطيع أن تصلها. عشان هيك قدرتنا العلمية إنما هي في سماء الأرض وفي السماء الدنيا. السماء الدنيا علميا يسميها العلماء إيش بسموها؟ الكون، الكون اليونيفيرس، يعني هذا العالم اللي قواقع ضمن منظوره. وتكلمنا إنه سماء الدنيا حسب ما يقول العلم، وننبه إخواني وقلنا إنه العلم هنا إنما هو يعني تم إقراره من القرآن الكريم، مع إنه هذا العلم جاءنا من فين؟ من الكفار. كيف جاء إقراره؟ من سورة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا، يعني هو ينبهنا أن الذين كفروا قد رأوا وتحققوا مما نقول، وهذا إقرار ربنا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني العلماء وهم من الكفار قالوا في السماء الدنيا اللي هي سميناها اليونيفيرس أن هذه السماء والأرض كانتا مجموعتين كوحدة واحدة فانفتقت، بسموها نظرية الانفجار الكبير أو العظيم، البيج بانج بسموها في اللغة الإنجليزية، وبدأت تتوسع السماء الدنيا. ويقدر العلماء أن عرض السماء الدنيا 156 مليار سنة ضوئية، 156 مليار سنة ضوئية، والأرض في مركزها يعني تقريبا 78 مليون سنة ضوئية من جهة ومن الجهة الأخرى كذلك. فيقول هذه السماء الدنيا تحتوي على تقريبا مليون مجرة، مليون مجرة، أو وكل مجرة فيها تقريبا مليون مجموعة شمسية، يعني عدد عظيم جدا من الأجرام السماوية متواجد في هذه السماء الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول والسماء، ثم لما يذكر سبحانه وتعالى كل هذه السماء بما فيها من عظمة، يعني أكم من جرم سماوي تكلمنا، يعني ما لا يعد ولا يحصى، إلا أنه سبحانه وتعالى يضع مع هذه السماء شو بيضع؟ والطارق. يعني السماء والأرض ذكرت كشيئين عظيمين، إنه عظمة الأرض بإيش؟ بعظمة السماء. وهنا في هذا القسم يقول سبحانه وتعالى والسماء والطارق. ما على ماذا يدل هذا؟ يدل على عظمة ما يوجد في لفظة الطارق. لفظة الطارق إخواني من الأحاديث النبوية نعلم أنها إشارة الأعور الدجال، إشارة الأعور الدجال. إذا طرق الطارق فالأعور الدجال على الأبواب، يعني يصبح أو يمسي. إذا إحنا شفنا هذا الجرم السماوي الذي سيأتي ويطرق الأرض غداً أو بعد غد أو أيام قليلة أو فترة زمنية قصيرة، شو منعرف؟ أنه الطارق صار موجود. الطارق إن شاء الله هلأ لما إحنا نتكلم راح نتكلم في هاي الحيثية، يعني الآيات القرآنية هي اللي راح تشرح لنا أكثر مما سنشرح نحن بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى يقول والسماء والطارق، هذا الطارق معناه جرم سماوي سيطرق في الأرض. والطارق يدل على الصوت، الطارق شو بدل؟ على الصوت، انه فيه له صوت، عندما يطرق في الارض فيه له صوت. ونحن نعلم اخوان من ناحيه علميه نعلم انه هناك طرقتين عظيمتين اصابت الارض في السنوات السابقه الغابره. الاولى بسموها طرقه الموت، شو بسموها؟ طرقه الموت. والثانيه شو بسموها؟ طرقه الديناصورات، طرقه الديناصورات. في المرة الأولانية كانت قبل تقريبا 250 مليون سنة، تقريبا بقدر العلماء قبل 250 مليون سنة. 250 مليون، يعني نحكي على ربع مليار عام، ربع مليار عام. ونذكر إخواني اللي بيرجع على دروسنا السابقة اللي تكلمنا فيها عن السماوات والأرض، قلنا إنه عمر السماوات لغاية الآن تقريبا 13.7 مليار،
احنا بنتكلم الان عن ايش؟ عن فتره زمنيه العلماء رجعوا لها نتيجه الاحافير وعلم الاحافير وعلم الاشعاع الكربوني المشع اللي قاسوا فيها وقدروا فيها، رجعوا لقديش؟ لك تقريبا 250 مليون، يعني ربع مليار عام من 13.7 مليار عام. يعني لربما كان هناك طرقات اخرى قبل الطرقتين اللي احنا بنتكلم عنهم علميا اللي بيتكلموا عنهم العلماء، لانه احنا بنحكي على 13.7، هم شو بيحكوا على ايش؟ على ربع مليار، ربع من 13.7، يعني فتره زمنيه بسيطه جدا من هذا الوقت الزماني الطويل. فنقول انه تقريبا قبل ربع مليار عام طرق طارق من السماء، طرق الارض، وسموه الموت الاعظم او طرقه الموت بسموه العلماء. وهذا يقدر العلماء انه قضى على تقريبا 96% من الاحياء البحريه، وتقريبا 70% من الاحياء البريه اللي مسميها الفقاريات. يعني تقريبا معظم الكائنات اللي موجوده على وجه الارض شو صار فيها؟ انقرضت، ماتت، وما تبقى الا القليل. ولاحظوا انه علميا بيقولوا انه الاحياء المائيه كانت المتضرره الاكبر من هذه الطرقه الاولى، 96% منها. على ماذا هذا يدل؟ هذا يدل ان دل على حراره عظيمه تتصاحب مع ايش؟ مع الطارق. الحراره العظيمه مين اللي بتاثر فيها اكثر، الماء ولا الجماد؟ الماء. فالجمادات حفظت بصوره اكبر امام هذه الطرقه من المياه. المياه مباشره في الحراره شو بتصير؟ بتتفكك. الماء H2O، ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، تتفكك مع الحرارة. وإذا كانت الحرارة عظيمة جدا، إذا كانت الحرارة عظيمة جدا، الأكسجين إخواني نسميه المادة التي تؤدي إلى الاشتعال، ما في عملية اشتعال دون إيش؟ أكسجين. والهيدروجين هي المادة المشتعلة نفسها. فإذا كانت درجة حرارة عظيمة جدا يتفكك الماء إلى أكسجين وهيدروجين، بحيث يحترق الهيدروجين بوجود الأكسجين فيصبح الماء كتلة من اللهب، وأول من يتضرر منها الأحياء اللي موجودين داخل الماء. الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم وإذا البحار سجرت. شو يعني سجرت؟ احترقت. وهذا يدل على إيش؟ على مثل هذا الحال من الطرق أو شيء أعظم منه. إحنا ما نتكلم عن تسجير البحار لأنه هذا سنتكلم فيه في علامات أو في الساعة، ولكننا نتكلم على حال يشبهه. فنتكلم أن الطارق الأول الذي طرق الأرض قبل ربع مليون سنة يعني يشبه حاله حال قيام الساعة، ولكنه ليس قيام الساعة، يعني أدى إلى موت 96% من الكائنات البحرية وتقريبا 70% من الكائنات البرية أو الفقارية. هذا الطارق الأول اللي بتكلم عنه العلماء. ثم يتكلم العلماء عن طارق ثاني، شو بسموه؟ بسموه طارق الديناصورات، يعني الطارق الذي تسبب في انقراض الديناصورات. ونحن نعلم إخواني الديناصورات يعني من ناحية علمية بقولون هم متواجدة من تقريبا 500 مليون سنة تقريبا، يعني نصف مليار عام أو ما يزيد متواجد. هلأ الطارق الثاني يتكلم أنه حدث تقريبا قبل 65 مليون سنة. 65 مليون سنة في علمنا وفي عرفنا 65 مليون سنة زمن طويل جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه الإنسان أصلا لما تكلمنا في عمر البشرية في درس من دروسنا عن عمر البشرية، تكلمنا عمر البشرية من آدم إلى اليوم يعني تقريبا وصلنا بين 20 لـ23 ألف سنة، بين 20 لـ23 ألف سنة. لما تقول 65 مليون سنة فهذا عمر طويل جدا قبل وجود الإنسان. فيقولوا أنه الطارق الثاني كان قبل 65 مليون عام، وهذا الطارق شو أدى؟ أدى إلى فناء الديناصورات وجزء كبير من الأحياء، ولكنه لم يكن بقوة الطارق الأول. يعني الأرض يعني بدأت تتعافى بعد الطارق الثاني بفترة زمنية معينة وتعيد الحياة إليها، وأصبحت ما نعلمه الآن، عادت إلى ما نعلمه الآن، أو خلينا نقول قبل فترة زمنية قبل
كل هاي التكنولوجيا وبالأخص قبل البترول، لأنه من لحظة اكتشاف البترول واستخدامه بدأت الكرة الأرضية تتغير حالها إلى شيء آخر. فنقول أن هناك مثالين، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن طارق قادم، ولكن حدث عند العلماء معرفة بمثالين بيشبهوهم. هلا إحنا ما بنعرف ما هي الطارق، إحنا بنستنتج استنتاج إنه هذا الطارق هو عبارة عن جرس سماوي أجا من الخارج من هاي الأجرام السماوية الكثيرة ودخل إلى الغلاف الجوي وطرق الأرض ونتج عنه هذا الموت العظيم الأول والثاني. فالله سبحانه وتعالى بقول لك وما أدراك ما الطارق، يعني أنت في حياتك خلال 23,000 سنة يا إنسان من زمن آدم إلى اليوم ما شفت الطارق اللي احنا متكلم عنه. وما أدراك ما الطارق، لن تعلم ما هو، ولكن هذا الطارق ستعلم أنه نجم ثاقب. ليش بنسميه نجم؟ لأنه الجرم السماوي الذي يتحرك بسرعة شو بيؤدي؟ بيؤدي إلى احتراق، يعني سرعته العالية تؤدي إلى احتراقه وتجعل له ذنب من الآخر اللي هو كتلة من الأتربة التي تتفكك عنه أو الحجارة تتفكك عنه، مع إذا دخل إلى غلاف جوي يبدأ بالاحتراق. يعني هذا الذيل الطويل اللي بيلحق هذا الجرم السماوي يصبح ذيل من نار طويل يجره وراءه. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عنه أنه نجم، يعني يحترق. وهذا يدل، لفظة النجم تدل على أنه سيقوم بثقب الغلاف الجوي، لأنه حركته في الفضاء لا تؤدي إلى اشتعاله ولا تؤدي إلى أنه هو يكون إيش، لأنه هو يكون نجم محترق. متى سيتحول إلى نجم ومتى سيحترق؟ عند دخوله إلى الغلاف الجوي. فنحن نتكلم، مش نتكلم عن أي طارق، نتكلم عن جرم سماوي سيقوم بالدخول إلى الغلاف الجوي وسيصبح إيش؟ نجم ثاقب يثقب هذه أو هذا الغلاف الجوي وسيطرق الأرض. لأن الله سبحانه وتعالى من الابتداء شو تكلم عنه؟ أنه طارق والسماء والطارق. الله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول إن كل نفس لما عليها حافظ. ليش الله سبحانه وتعالى بقول لك إن كل نفس لما عليها حافظ؟ لأنه الإشي الطبيعي يا إخوان، إذا إحنا من ناحية علمية تاريخية جيولوجية نتكلم عن طارقين حدثوا في الأرض، الأول أدى إلى هلاك تقريبا 90% من مخلوقات الأرض، والثاني أدى إلى انقراض الديناصورات وهي مخلوقات عظيمة وإحنا مقابلها ونسبة لها ومقارنة بقوتها ضعاف، معناه النجم الثاقب اللي احنا نتكلم عنه سيؤدي إلى هلاكنا. لأنه سبحانه وتعالى يقول للمؤمن لا تخف، لا تخف، هذا النجم الثاقب مش أنت المقصود في الهلاك منه، الله سبحانه وتعالى سيجعل عليك حافظ يحفظك. عندما يأتي هذا النجم الثاقب، هذا الجرم السماوي الطارق، ويثقب الغلاف الجوي ويطرق الأرض، أنت ستكون محفوظ بحفظ من الله سبحانه وتعالى. عشان هيك مباشرة سبحانه وتعالى يقول إن كل نفس لما عليها حافظ سيحفظك الله سبحانه وتعالى، طالما أنك من المسبحين المتوكلين المؤمنين اللي برمي حمله كلهم على مين؟ على الله. طالما أنك مصدق أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ سيحفظك الله. لمين هذا المعنى النجم الثاقب؟ مين المقصد منه؟ الغير مصدق، لأنه هو شو بقول لك؟ أنا سأبحث عن خلاصي، أنا سأنجي نفسي من هذا النجم الثاقب. هم عمالهم بيراقبوا كل الأجرام السماوية اللي بتدور في السماء وبرسموا خطة سير لكل واحد فيهم، وبيدوروا مين اللي بيضرب على الأرض، وبيحاولوا انهم شو يسووا، انهم يلاقوا حل كيف انهم ينجوا منه. ما في عندهم توكل على الله. فهؤلاء هم المقصودين من هذا النجم الثاقب. فالله سبحانه وتعالى بقول لك هلا يا انسان، لربما اردت مثال، ربما اردت مثال، كيف سالنا اخونا الكريم وقال لنا انه ماهيه هذا النجم الثاقب، كيف احنا بدنا نعرفه؟ فالله سبحانه وتعالى يجيب فلينظر الانسان مما خلق. بدك تعرف كيف النجم الثاقب مع الكره الارضيه، انظر كيف خلقت. واحنا اخوان بنعرف
الله سبحانه وتعالى بيقول لك هذا الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يعني في عملية تخلق الإنسان، شو في عنا؟ في عنا حيوان منوي، شو في عنا؟ بويضة. هاي البويضة كيف شكلها؟ كالكرة الأرضية. والحيوان المنوي كيف شكله؟ كالنجم الثاقب. وهذا النجم الثاقب، هذا الحيوان المنوي يخرج في طريقه لفين؟ للبويضة. وكم من حيوان منوي موجود؟ يعني احنا نعرف اخواني من ناحية علمية، للي بيشتغلوا في الطب، للي بيشتغلوا في الطب بقول لك يعني يخرج تقريبا بين 200 الى 400 مليون حيوان منوي في طريقه لايش؟ لبويضة واحدة. ولكن كم يصيبها؟ كم يخترقها؟ واحد. ان اخترقها واحد البقية كلها شو بيصير فيها؟ بتموت مباشرة بقدرة ربانية. اللي قادر انه يقتل اكثر من 200 مليون حيوان منوي بمجرد انه تحقق الهدف، قادر انه هو يجنب الارض من كل الاجرام السماوية اللي تتطاير في السماء في طريقها الى الارض. هذه قدرة ربانية، قدرة ربانية. هذا امر رباني ليس منه مهروب، ليس منه مفر، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يشاء، وعندما يشاء وقعت مشيئته. يعني على الحقيقة احنا من آمن بكل شيء الله سبحانه وتعالى يتكلم عنه حتى لو لم يحدث في حياتنا، بالنسبة لنا تحقق صار أمر حقيقة ما في منها مفر. فالله سبحانه وتعالى بقول لك طلعوا كيف، يعني حتى للعلماء اللي الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن ينظروا، في علماء أرادوا أن ينظروا في حال الذرة، بده يعرف كيف هي الذرة متكونة، الذرة الصغيرة. فالله سبحانه وتعالى جعل له مثال منها كبير اللي هي شو اسمها؟ المجرة أو المجموعة الشمسية. فأنت لما تدرس المجموعة الشمسية في وجود شمس وكواكب بتصير حواليها، بتقدر تتصور الذرة الصغيرة اللي ما بتقدر تشوفها بعينك بوجود نواة وكيف هاي الإلكترونات بتدور حواليها. فالله سبحانه وتعالى بيجعل لك أمثلة عشان تشوف. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. لمين؟ للإنسان اللي كان حيوان منوي صغير وأصبح منه هذا الإنسان ومات. الله سبحانه وتعالى قادر أنه يرجع ولا مش قادر؟ قادر. وأيضا هذا الطارق اللي طرق الأرض أول مرة وتاني مرة، الله سبحانه وتعالى قادر أنه هو يعيد طرقه ثالث مرة ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. واسحى تفكر أنك أنت قادر على أنك تمنع قضاء الله وقدره. عشان هيك الله سبحانه وتعالى جعل لك من الآيات في هذا الكون وفي هذه الحياة ما يثبت لك أن الأرض طرقت مرتين قبل هذا الطارق اللي جايك في الطريق، عقاب لتصرفاتك وعقاب لعدم إيمانك بالله سبحانه وتعالى ولاعتقادك أنك قادر على تدبير أمرك بنفسك. والله سبحانه وتعالى هو الحافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. فالله سبحانه وتعالى يقول يوم تبلى السرائر، هذا اليوم الذي يأتي وتقف الناس كلها أمام الله سبحانه وتعالى، وقتها نستطيع أن نرى كل واحد سره، كل واحد سره، شو كان في قلبك، ليش أنت يعني انتقيت طريق العلم، ليش سويت الاختراعات، ليش سويت الصواريخ، ليش سويت المركبات الفضائية، ليش 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 ليش، كل هذه إخواني أسرار الظاهر منها شيء بيعلنونه الناس، ولكن على الواقع على الحقيقة شو فيه؟ في شيء آخر مخبى. يعني هم في لهم أهداف من هذه الاختراعات كلها ويجعلوها أسرار. إحنا منشوف في البرامج العلمية ومنقول ما أجمل هذه الاختراعات، ولكن على الحقيقة لو إنه قدرنا نقعد مع اللي عمالهم بيصرفوا مصاري عشان نشوف أهدافهم من هذه الاختراعات، منقول بئس ما تفعل. ليه؟ لأنه أنت عمالك في هذه الاختراعات تحارب الله سبحانه وتعالى وتحاول الفرار من قدر الله، لأنك لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر. عشان هيك إخواني احنا بنشوف شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى سيكشف الحقيقة.
لأسرار هؤلاء وما أخفت صدورهم يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر عندما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. شفنا أول شيء، فلينظر الإنسان أول شيء إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا مين؟ للمؤمن. أما الكافر اللي عماله بتباهى بقوته وباختراعاته وقدراته، شبه سبحانه وتعالى، فما له من قوة ولا ناصر. لن ينصر الله سبحانه وتعالى الكافر. من سينصر سبحانه وتعالى؟ المؤمن الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيه، هذا من سينصر الله سبحانه وتعالى. أما الكافر الذي يتوكل على قوته وعلى شيطانه ويتوكل على إبليسه ويتوكل على دجاله، فهذا ما له من قوة ولا ناصر. لن ينصر إبليس ولن ينصر الأعور الدجال، لن ينصر علمه إلا الله سبحانه وتعالى أعطيه. العلم إلى الله سبحانه وتعالى أعطيه، مع أنه يستخدم هذا العلم بما يحارب فيه الله سبحانه وتعالى، بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع. هل الله سبحانه وتعالى يعطينا إشارات؟ يعني قد نتساءل الآن متى سيكون هذا الطارق، متى سيترك هذا الطارق الأرض. يعطيك سبحانه وتعالى إشارات. شو بقول لك؟ والسماء ذات الرجع، يعني السماء الرجع إخواني هو رجوع المطر بعد فيش صعوده من الأرض. ونحن نعلم إخواني من ناحية علمية، يعني في كل ساعة، في كل ساعة هناك تقريبا 6,000 طن من الماء يصعد من الأرض إلى السماء، يعني للغيوم تتشكل منها. وهناك نفس المقدار من هذه الكمية من الماء تنزل من السماء إلى الأرض. 6,000 طن من الماء كل ساعة تصعد إلى السماء وتهبط إلى الأرض. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ والسماء ذات الرجع، يعني سيأتي وقت تصعد الماء إلى السماء وتحبسها السماء، تحبسها السماء ثم تلقيها مرة واحدة، يعني أكثر من الكمية التي اعتدنا عليها وسوينا بيوتنا ومنشآتنا وشوارعنا ومصالحنا ومصانعنا بناء على هاي الكمية اللي اعتدنا عليها إنها بترجع من السماء. سيأتي زمان سيكون في مقدار الرجع مع مقدار ما يصعد من السماء مختلف، يعني يصعد وتحبس الماء السماء مطرها ثم تلقي بكمية أكثر. فماذا يحدث في الأرض إخواني؟ وماذا تحدث في البيوت؟ وماذا يحدث في الشوارع؟ وماذا يحدث في الطرقات؟ وماذا يحدث في أمورنا؟ سنشاهد العجب العجاب إخواني. لربما إن نحن ألقينا نظرة الآن على أحوال الكرة الأرضية من فيضانات ورجع للماء وأعاصير وغيرها من أمور، نعلم أنه هناك خلل، هناك خلل في عملية صعود الماء ورجوعها إلى الأرض. فالله سبحانه يتكلم عن هذا الميقات الزماني، ونقول دائما إخوان، نقول والله أعلم، نقول والله أعلم. لربما هذا الذي يحدث في زماننا هو دلالة وإشارة لهذا الوقت الذي أو لهذه الآية التي يتكلم عنها سبحانه وتعالى. فيقول سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع، عندما ترى رجوع الماء من السماء وترى الفيضانات وترى ما تحدث هذه المياه من هموم وغموم ومشاكل ومصائب داخل الأرض، اعلم أن الوقت قد حان. طب الواحد بيقول طب ما احنا شايفين امتى؟ والله نأتي إلى آخر الإشارات. شوفوا سبحانه وتعالى والأرض ذات الصدع، يعني آخر الإشارات. يعني قدمنا إحنا إخواني إنه أول شيء سنرى الماء تعود بماءها، سنرى السماء تعود بماءها، ثم بعد ذلك سنرى حدوث تصدع في الأرض لربما هزة أرضية كبيرة وعظيمة. نحن نعلم إخواني أن الأرض فيها تشققات وفيها صدوع، فيها صدوع، وهالقرآن الكريم يؤكد هذا الأمر. والأرض ذات الصدع، ولربما إخواني أكبر صدع موجود في الكرة الأرضية قبالة السواحل الأمريكية. هذا الصدع يعني يقدر العلماء طوله بتقريبا 40,000 كيلو متر، 40,000 كيلو متر طول الصدع. يعني احنا بنعرف الكرة الأرضية كلها يمكن محيطها
42 ألف كيلومتر. لما تقول 40 ألف كيلومتر يعني معظم الكرة الأرضية، يعني يشق الأرض كلها تقريبا لما تقول 40 ألف كيلومتر من 42 أو ما يقرب 42 ألف كيلومتر. فنحن نتكلم عن صدع يحيط بالكرة الأرضية كلها، وكله فين متوجه، وكله فين قريب من سواحل أمريكا. والآية التي تتكلم وتقول والأرض ذات الصدع، إنما تشير لأن هذا الصدع سيتفكك، ولربما والله أعلم سيؤدي إلى زوال أمريكا الثانية التي ربما كانت هي التي أشار لها سبحانه وتعالى بعاد الثانية. لأنه في عاد الأولى، شو معناه أن عاد الثانية؟ لربما هي كانت عاد الثانية التي طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن شاء الله إخواني هذا الصدع الذي سيحدث سيكون هذا الصوت من العذاب الذي سيلحق بهؤلاء الكفرة الذين تجرؤوا على الله. ولربما إخواني تكلمنا في دروس سابقة، لربما تجرؤ ترامب على التدخل في حال المسجد الأقصى وبيت المقدس وإعطائها لمن قال عنه سبحانه وتعالى أنهم سيكونوا أعلى المفسدين في آخر الزمان، هذا التجرؤ سيكون عليه عقاب وبيل مش إله، لكل المنطقة التي يحكمها. ونقول والله سبحانه وتعالى الله أعلم، إنه لقول فصل. انتهى الكلام، انتهى الكلام، ما في شيء سيمنع هذا الأمر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، تذكر إن كل نفس لما عليها حافظ يا مؤمن، تذكر وارتقب يا كافر، فما له من قوته ولا ناصر. وما هو بالهزل، انتوا بتسووا اختراعات وبتطلع علينا وبتقول انا بدي اوجه هاي الاختراعات وهذا الشغلات بسويها حتى اضر فيها المسلمين، وتستهزئ من خلف الكواليس وخلف الكاميرات وبتضحك على المسلمين. سنرى من سيضحك في النهاية. الله يجزيك الخير. اي نعم. وما هو بالهزل، وما هو بالهزل، هذا هو الكلام الحق، الكلام الرباني، العقاب الرباني، النتيجة الربانية التي ستأتي من الله سبحانه وتعالى عقاب على هؤلاء. إنهم يكيدون كيدا. شوف كل اللي بيسووه وكل اللي بيبنوه وكل اللي بيعملوه، وشوف قديش وصلونا من تعب وإرهاق، وشوف قديش قتلوا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بلاد الحرمين وفي مصر وفي كل ديار الإسلام، في بورما، في الصين، في الهند، في كل ديار الإسلام. شوف قديش في البوسنة والهرسك قديش هم فظعوا بالمسلمين، مكائد، مكيدة ورا مكيدة ورا مكيدة ورا مكيدة ورا مكيدة. كل مكائدهم هاي ستجمع وتضاعف وتضخم ويعيدها سبحانه وتعالى عليهم مرة واحدة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. من سيكون كيده أعظم، كيد الإنسان أم كيد الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو العظيم وكيده هو الأعظم، وكل ما فعلوا وكل ما اقترفت أيديهم بحق كل مسلم يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ذنب أن قال لا إله إلا الله. هذا الذي تجرأ على أن يؤذي المسلم حبيب الله سبحانه وتعالى، ولي الله سبحانه وتعالى، سيرجع عليه العذاب من الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، مهل الكافرين، أمهلهم رويدا. يعني يا مسلم يا حبيب الله، نعلم أنك في كرب وفي هم وفي غم وفي ابتلاء، ونعلم أنه أبناءك تقتل وتقطع وترى أشلاءها وتحملها وتبكي عليها، نعلم أنك إخوانك وآبائك وأمهاتك وزوجاتك وكل أحبابك تقتل أمام عينك، ولكن اعلم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، اعلم أن ما تراه يرى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد يسمع ويرى. والله سبحانه وتعالى إنما يمهلهم لعلهم يعودون، حتى لا يكون لهم عذر أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على ما فعلوه.
لعلهم يعودون. ويعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يعودوا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعلم سبحانه وتعالى أنه كل ما أمهلهم سبحانه وتعالى سيزدادوا كفرا، سيزدادوا إثما، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. عشان هيك الله سبحانه وتعالى بقول لك اعلم كل إنسان يسقط من حولك، ابنك، أبوك، أخوك، زوجتك، زوجك، حبيبك، اعلم انه هذا عند الله سبحانه وتعالى، فرح مستبشر مما يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. احنا مكلومين، احنا مكروبين، احنا حزينين عليه، ولكنه هو فرح عند الله سبحانه وتعالى مما يلقاه من كرم رباني عنده عز وجل، فرح ويستبشر وينتظر مجيئك وعودتك اليه، وينقلب الى اهله مسرورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننقلب إلى أحبابنا اللي سبقونا ونحن مسرورين، نجلس وإياهم في جنات النعيم على سرر متقابلين بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لك اصبر ومهل ولا تستعجل، واعلم أن أمر الله سبحانه وتعالى قاد، قدر جاء، آت ما في منه مهروب. الطارق، السماء ذات الرجع، الأرض ذات الصدع، كلها الدخان، كلها إمارات وإشارات وأمور ستأتي من الله سبحانه وتعالى ليس لها دافع، والله سبحانه وتعالى جعلها قدر محتوم سيأتي رغما عن الجميع. واعلم أنك في كنف الله، في أمن الله، الله سبحانه وتعالى سيحفظك إن كل نفس لما عليها حافظ. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير وبارك بأعماركم إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كثير.